هذول مركز الفرقه الحدود اللي حكوا عليه وقالوا انا المتقدم، قالوا تحرقها تشوفوا فيه سليم وعارفه اموره واضحه ما بيه حد شيء، فهمت؟ الجيش يحرس فيه اموره واضحه ما بيه حد شيء. المواطنين كانوا بعيد تقريبا اكثر من 500 متر بعاد، فهمتني؟ وال وهذه المساكن اللي يحكوا عليها تحرقت هي مساكن غير اهله للسكن، خلاص يعني اهله للسقوط، ما ثم حد شيء يعني. شوف هذه المشاكل ما يسكنوش فيها، عنده من عقود اكثر من 20 عام يسكن فيها حتى عون امن، ونشوف يعني كل شيء على عيونكم، وشوف المواطنين وين كانوا مغادي، واشبح الكرتوش وين يوصل، وين الجماعه هذوكم المواطنين المغادي والصحافه. شوف الكرتوش هنا على الباب، والنجم نوريكم الكرتوش الحي وين، والذخيره هاي مطيشه هنا بحذا الرمل هذا، فهمتني؟ وتنجموا تشوفوا كل شيء، ها هو الامور واضحه امور قدامكم. يعني احنا نكذبوا اللي صدر عن وزاره الداخليه نكذبوه، ما ثم حد شيء منه. شوفوا هذوما المساكن اللي يحكي عليها، تفرج مغادي تفرج مغادي، هذه ما يسمى هذه حتى يعني شكل الحيوانات ما يسكنوش فيها، باش يسكنوا فيها امنيين، والامنيين عندهم يعني سيتي جديده يسكنوا فيها، انا امورهم واضحه بعائلاتهم ساكنين ما كلمهم حد. تنجموا تدخلوا تشوفوا في هذه اثار تحرق. شوف هذوما الحوش هذا تحرق من جراء القنابل بتاع الكرموجين اللي ترصي فيه على المواطنين، ضربت واحدة تحرق هو فيها حشاك كان البلاستيك واحد يعني اللي مطيش. شوف ما فماش عائلات يسكنوا، ما فماش عائلات تاع شوف كل شيء ما هناش اثار اللي يبينوا اللي فما ناس كانت تسكن هنا. شوف هذا مسكه هذا مسكنوا فيه حد، ما ثم حد يسكن هنا، هذا خرب اكثر من 20 عام هو هيك كما تشوفوا فيه، ما ثم حتى شيء. تنجموا تشوفوا كل شيء، ونوريكم حتى الاثار الرصاص يعني الموجوده في المناطق يعني هذه. شوفوا هو البرميل هذا المحطوط هنا كنا مسكرين عليه الطريق، شوف البرميل وتنجموا تشوفوا الرصاص الموجود. هذا الشباب وقوات الجيش كانوا احنا بحذانا، هم كيضربونا ضربونا احنا والجيش، ضربونا بالكرموجان وبعدين طلقوا رصاص الحي. شوف رصاص، شوف هو رصاص، ها رصاص، هذا ايش هذا رصاص، ها شوف رصاص، شوف رصاص الحي، فهمتني؟ وتنجموا تشوفوا انا على الحيوط من غادي، وشوفوا مسكن السيد المعتمد يعني حتى هو استهدفوا وضربوه، يعني عصيان للاوامر عرفاتهم وحدات التدخل هذه. وتنجموا تشوفوا، فهمتني؟ وهارب شو قريب باش نوصلوا تو المسكن السيد المعتمد، وتنجموا تشوفوا يعني كل شيء على عيونكم. شوف الكرتوش الموجود، المواطنين كانوا هنا. هذا سيدي مسكن السيد المعتمد،